وبعيدا عن السياسة، حيث خرجت أعداد كبيرة من العوائل الكركوكية إلى الأماكن السياحية في المحافظة للتنزه وطلبا للراحة والتمتع بالطبيعة في ظل أجواء آمنة. وأشاد المواطنون بدور إدارة المحافظة في توفير الخدمات وتعزيز الأمن والاستقرار. أعداد كبيرة من أهالي محافظة كركوك وبكافة قومياتهم توجهت اليوم إلى المناطق السياحية أطراف حدود المحافظة بقصد الراحة والاستجمام مع توفر الأمان والخدمات في مختلف المناطق. قررنا الصبح، أطفال عندنا تعبانين بالبيت وجو البيت، اختارينا هالمنطقة، الخضار بيها حلو، مي أكو، يعني أمان، الأمان حلو، يعني ماكو شيء الحمد لله، والعالم كلها طالعة ومتوفرة كل شيء، الراحة والأماكن الترفيهية، حدائق للأطفال عفوا، ألعاب وبدون مبالغ، هو هذا الزين، مجانا اكو حدائق، ما كانت هاي موجوده لا مكان. والله سوايا اكو مناطق تبلطات، هوايه شغلات يعني فتحوا هوايه مناطق يتنزهون بها العوائل، مو مثل قبل، يعني سوايا اشياء حلوه مو مثل قبل. توفر الخدمات طبعا، اي كركوك شويه قامت تنفتح بها مكانات تنزل، يعني متنزهات، مولات جديده، يعني شغلات يتروح لها العوائل، قبل كانت ماكو شغلات. أشاد أهالي محافظة كركوك بدور إدارة المحافظة حيث امتدت الخدمات من تبليط الشوارع وتوفير الأماكن السياحية إلى أبعد نقطة من حدود المحافظة وفسح الفرصة للعوائل لاختيار أجمل الأماكن. أرجو من جميع الناس اللي يطلعون على السفرات يحافظون على النظافة وعلى الأماكن، على السرعة خصوصا على السواق، يخففون السرعة وعلى الشوارع. أريد أحكي الحمد لله وشكرا هسه مبلطين الشوارع، كل الشوارع وحتى خطوط السيطرات، حتى خطوط السيطرات الحمد لله وشكرا زينين، وحتى داخل القرى هسه مبلطين كل الشوارع. والله بجمع جنة شخمشخ سفرية يولار مملكات جزل يولار ولبط أول كذاجي صرايني بير أمان ورشاكشتا. اليوم خرجت العائلة كلها للسياحة هنا في هذا المكان الجميل حيث توفر الأمان والخدمات. سابقا كان الوصول لهذه المناطق صعب جدا، لكن اليوم الفرق كبير، لذلك كثير من الناس جاءوا إلى هنا. توفر الأمان والخدمات والأماكن السياحية المتعددة في كركوك وضعت أهالي مدينة كركوك في حيرة من أمرهم، أين ستكون وجهتهم للتنزه في السفرة المقبلة؟ فارس الماجد، فضائية كركوك.